مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اختار طريقك على قناة الصحة والجمال في ثوبها الجديد. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة جدا، لأن معانا بطل خارق بيعمل قدرات خارقة. الشخص اللي معايا النهاردة يا جماعة خارق بمعنى الكلمة، إمكانياته ممكن تخليك مذهول طول الوقت وتقول سبحان الله على قدرة ربنا للإنسان. تمام، وفي الحلقة مع بعض هنعرف بنعمل ده ازاي. اولا برحب بيك كابتن محمد قطب والشهير بسوبر قطب. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك، نورتنا في قناة الصحة والجمال. اهلا بيك يا استاذ. ومعانا ايضا الاستاذ وليد الدسوقي المحامي صاحب عقد الرعاية. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بحضرتك، شرفنا بحضرتك. اهلا بيك. في البداية بقى عايزين نتكلم مع الكابتن محمد قطب، عرف نفسك اكتر للسادة المشاهدين. انا اسمي محمد قطب عبد التواب علي بأنساوي، من محافظة الفيوم، قرية منشية دمو. أعمل بالإدارة العامة للبريد بالفيوم. مشهور جدا في الفيوم بمحمد الوحش. تمام، محمد الوحش. اه، امال ايه قصة صور القطبة دي بقى؟ ده عشان طبعا نتيجة لما تعرفت على الأستاذ وليد. تمام، الدسوقي، فطبعا اختار الاسم ده يعني. كل الشكر والتقدير لحضرتك أستاذ وليد. الشكر لك يا فندم، ربنا يكرمك. طب عايز اعرف واصل للمشاهدين برضو، قدرت توصل للكابتن محمد ازاي؟ والله الحمد لله الواحد بيتميز ان هو ايه، يعني طموح جدا، ولما بحط اي تحدي قدامي بحاول اوصل له واحقق الهدف اللي انا عايزه ده. تمام، بتوفيق من ربنا يعني. فبالصدفه بالصدفه المحضه يعني. تمام، شفت فيديو مع الاستاذ محمد قد كان عامله مع جريده الدستور تقريبا. تمام، بس كان فيديو مميز جدا وكان فيه حاجات خارقه شفتها برضو. احنا كطبيعتنا كمصريين ما بنصدقش الحاجات دي، بس لما شفت الفيديو ده وحسيت انه في مصداقيه شويه بدات ابحث ورا الموضوع لحد ما وصلت لتليفون كابتن محمد وعنوانه وتواصلت معاه وحددت معاه ميعاد ورحت له لحد محافظ الفيوم وفي البلد هناك، شرحت له كل الظروف وقلت له احنا عايز اعمل معاك عقد رعايه ان شاء الله وانا واقف وراك باذن الله وساندك وساعدك لحد ما تحقق هدفك. تمام. فاستاذ محمد قال انا مفيش اي مشكله معايا. قلت له طيب احنا هنعمل مع بعض ان شاء الله عقد بمده 10 سنين باذن الله، وانا هبقى مسؤول عن كل الاجزاء الخاصه بالرعايه بتاعتك. يعني حضرتك مع المستشار الوكيل الحصري للكابتن محمد قطب. ان شاء الله اي حد حابب يتواصل الرقم موجود على الشاشه امام حضراتكم ان شاء الله باذن الله. فاتفقت مع كابتن محمد ان شاء الله، وفي ناس كتير بتساعدنا في تمام الموضوع ده. لما كلمتهم واقتنعوا زي ما انا ما اقتنعت بالفكره بتاع كابتن محمد. تمام، وبداوا يشوفوا التحديات لايف قدامنا وعلى الطبيعه. بعد ما كانوا مش مصدقين بداوا يقتنعوا زي ما انا ما اقتنعت، وتعهدنا كلنا ان احنا زي ما كلنا شفنا الفيديوهات ما شاء الله يعني، وزي ما هنشوف ان شاء الله في الحلقه بتاعتنا. تمام، بعض الحاجات البسيطه كده اللي هي تتناسب مع برضو ايه الامكانيات بتاعت الاستوديو، لان في حاجات ضخمه ما ينفعش ننفذها في الاستوديو يعني. وجبنا معانا برضو بعض الفيديوهات هنعرضها ان شاء الله باذن الله. باذن الله. بس فاحنا باذن الله ورا الكابتن محمد ان شاء الله لحد ما نوصله ان هو يبقى رقم واحد لمصر في الجزئيه بتاعت القدرات الخاصه والقدرات الخارقه. تمام. كابتن محمد قطب ابتديت من امتى واكتشفت الموهبه ازاي؟ انا طبعا ابتديت من قريب مش من زمان. تمام، بس انا الموهبه كانت موجوده عندي لكن انا طبعا ما كنتش مكتشفها لان انا كنت مشغول برضو بالشغل. تمام، لان انا طبعا موظف فكان برضو كنت مشغول بالشغل اكتر وما انتبهتش مع ان انا كان في تحديات من صغري، كان في كنت من صغري قوي. تمام، ومتميز عن اقراني. تمام، وكنت بخش تحديات كان بيخش عليا مجموعه من الشباب في سني في المراحل التعليميه المختلفه. تمام، وحتى واحنا في ثانوي كبار فكنت بتغلب عليهم. كان فيهم ما شاء ناس تخينه يعني القوه البدنيه والصلابه مش بالجسم يعني. تمام، ما شاء الله عليك. ماشي، فكنت بتغلب عليهم. ده فضل من ربنا قبل اي حاجه طبعا. بس طبعا الحمد لله كنت من صغري ما كنتش ما عنديش نزعه الشر، مش شرير يعني. تمام، يعني بتستغل يعني موهبتك في الخير. استغل موهبتي في الخير يعني. حد مثلا من زمايلي مثلا حد بيضطهده او بيظلمه او بيجي عليه او بيفتري عليه كنت اقف معاه. بتحاول تقف معاه وتجيب له حقه. تمام، اجيب له حقه. لكن ما كنتش بستخدم القوه اللي عندي في نزعه الشر ابدا. وحتى في البلد عندنا بستخدم القوه دي في حل منازعات خناقات مثلا بتقوم مع ناس بقف معاهم واسلك واخد الاله الحاده. ما شاء الله. في خناقات بآلات حاده وناس هتموت ناس وحاجات زي يعني كده يعني. بتحاول تستغل موهبتك حتى بره بره البلد. تمام، بره البلد. طيب كلمنا عن الطقوس والتحديات بقى بتاعت حضرتك والمواقف. انا طبعا الحمد لله رب العالمين ربنا من عليا بالقدرات الخارقه دي ما شاء الله، وطبعا واخد عهد على نفسي ان انا ما استخدمهاش في الشر. تمام، الا في حاله الضروره القصوى طبعا.
الحمد لله يعني بقدر اعمل يعني كل التحديات اللي حطيتها في دماغي بفضل الله يعني وصلت ليها. يعني طبعا في مثلا تحديات بحطها في ذهني، انا عايز اعمل كذا ماشي، فبحطها في ذهني. مثلا لو هي صعبه بحاول اتدرب شويه او احاول احطها في ذهني واسعى ليها مره واثنين وثلاثه واعملها. تمام ما شاء الله عليك. ايه اكتر موقف كان صعب بالنسبه لك او تعرضت له؟ اكتر موقف كان صعب كان هو اللي هو موضوع الجرار بتاع القطر. الجرار بتاع القطر، كنت في مره جاي من تدريب، ان انا طبعا بلعب رياضه برضه. كان الوزن قد ايه؟ لا الجرار بتاع القطر ان انا اوقفه. توقفه؟ تمام. كان كنت انا في كنت جاي من تدريب، انا كنت بلعب طبعا مصارع ذراعين واخد ميداليه فيها. تمام. في بطوله الجمهوريه. تمام. واخد ميداليه فيها، فطبعا كنت جاي من تدريب. بشوف الفيديوهات يا استاذنا. فكان في واحد بتاع حراسات خاصه فبيقول لي ده احنا معانا ناس بيحطوا سيوف في بقهم مش عارف ايه، فحفزني. تمام. فانا قلت لازم اعمل حاجه كبيره، فحطيت في ذهني موضوع القطر ان انا ونفذت ده وقدرت تحقق ده. فجيت بالصدفه وانا جاي لقيت الجرار بتاع القطر بمعدي. تمام. فقلت اجرب، فجيت مجربه فالحمد لله جه معايا. الحمد لله. مع المستشار برضو نبص على الفيديوهات برضو ونتكلم مع المشاهدين. الفيديوهات موجوده معانا على الشاشه دلوقتي. احنا تمام. حابين بس قبل ما نعرض الفيديوهات ان احنا ننوي عن مفاجاه ان شاء الله باذن الله في نهايه مفاجاه يا جماعه في نهايه الحلقه في نهايه الحلقه جمهورنا اللي بيتابعنا كلهم ان شاء الله باذن الله نقول لهم مفاجاه تبسطهم ان شاء الله باذن الله. فما تروحوش في اي حته وخليكم متابعين معانا الفيديو. تمام. ده احنا كنا بنصور في محميه طبيعيه مع كابتن محمد قطب، عملنا تمام. اليوم ده تقريبا اكتر من 15 او 20 تحدي. تمام. فكابتن محمد قطب حتى كان المفروض ان هو هيجيب سكينه مستعمله من المنزل عنده، بس للاسف هو نسيها يعني. فانا كنت عامل حسابي وجبت سكينه يعني هنعمل ده دلوقتي على الهواء ان شاء الله باذن الله ننفذ التحدي ده لايف ان شاء الله قدامكم دلوقتي. وده تمام. التحدي الثاني كان اول مره يعمله الكابتن محمد قطب واحنا بننفذ التحديات، هو فاجئنا بيه صراحه. هو كان اول مره ينفذه وانا كنت راكب العربيه تمام. بتاعتي، فقال لي ايه رايك انا هنام تحت العربيه وانت هتعدي من عليا. طبعا انا كنت ايه متخوف جدا لان هي كانت مغامره مش محسوبه ولسه كانت مفاجاه لينا ما كناش متفقين عليها اصلا زي ما شايفين قدام حضراتكم على الشاشه. تمام. فالكابتن محمد قطب الحمد لله يعني طلع قدها، وزي ما هو عودنا دايما ان هو ما بيكسفناش، ودايما ربنا بيقف صفه وبيوفقه لانه دايما بيستعمل موهبته وقدراته الخارقه في الخير. ده كان تحدي جامد جدا، واول ما نزل على نزلناه على صفحتنا على الفيسبوك. حاجه بسيطه بس ننوه ليها. اتفضل. وزن العربيه دي طبعا استاذ وليد عارف الكلام ده تقريبا. تمام. وزن العربيه 1200 كيلو. 1200 كيلو. 1200 كيلو. تمام. عشان بس الناس بتقول لك ده عربيه خفيفه ومش عربيه. لا ده هي باينه قدام المشاهدين على الفيديو ده قدام المشاهدين ونقدر نبحث يعني. عليها على النت. وحضرتك انا اقدر اعمل برضو نفس التحدي ده بكذا شكل يعني اكتر من شكل برضو ممكن عربيه. بس هو عشان بس كان اختصارا للوقت عشان كان في فيديوهات تانية بنصورها. تمام. وهنعرض برضو كل الفيديوهات مع حضرتك. اتفضل استاذ وليد تعلق. ان شاء الله باذن الله. ده كان برضو احد التحديات اللي هي احنا نفذناها في المحميه الطبيعيه. تمام. والحمد لله يعني ربنا جبر بخاطرنا وما حصلش فيها اي اضرار ساعتها، والكابتن محمد طلع زي الفل وطلع سليم منها. وانا حتى المصور ركز ان انا وقفت بعجله العربيه على جسمه شويه. تمام. وكانوا بيستعجلوني عشان انزل، وهو الراجل صراحه ما لقيتش اي اداره ليه، وهو الراجل قال لي خد راحتك خالص ومفيش اي مشاكل. تمام. وان شاء الله التحدي اللي بعد كده باذن الله كل التحديات دي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. محمد قطب سوبر قطب. على الفيسبوك على اليوتيوب على الانستجرام وعلى التيك توك. يعني نقول لكل المتابعين يا جماعه يتابعوا الكابتن محمد قطب على السوشيال ميديا، على كل شبكات التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، التيك توك، الفيس، كل حاجه موجوده زي ما موجود قدام حضراتكم. محمد قطب سوبر قطب. تمام. ده التحدي الثالث بالنسبه للكابتن محمد قطب برضه نفذناه بالعربيه اللي هي نوعها لادا نيفا دي، وهو بيزقها بصباع واحد وفي ارض صحراويه مش اسفلت، وما شاء الله احنا شايفين العربيه بتجري ازاي، العربيه بتتحرك معاه. وبرضه بنوه للساده المشاهدين يا معالي المستشار انه للساده المشاهدين ما حدش يعمل الحركات دي يا جماعه، لان الحركات دي لها قوات خارقه. تمام. اكيد اكيد. تمام. اتفضل. مش اي حد يقدر يعمل ده. وطبعا موضوع التحدي بصباع ده جربته كتير يعني مش اول مره يعني. يعني اكتر من مره عملت ده. وعلى اكتر من عربيه. ولدرجه الشاحنات الشاحنات. تمام. الكبيره. تمام. ما شاء الله لقيتها برضه بصباع. تمام. مش بس العربيات بصباع. وكل حاجه بالمصداقيه يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم، الفيديو مش متفبرك ولا في اي حاجه، هو بالطبيعه. تمام. اتفضل معالي المستشار. هي دي برضه ده تكرار تاني لنفس الفيديو اللي هو بزق العربيه بصباع واحد. ما شاء الله. وصباع ايده الشمال. تمام. في طبعا حاجات برضو انا بشيل شوالين بصباع
بشيل شخص بصباع. بتشيل شخص بصباع. تمام. ممكن ازق واحد شخص بصباع او تمام يعني ما شاء الله عليه. الصباع ده ما شاء الله. الفيديو برضو موجود معانا نعلق عليه. ده ما شاء الله برضو فيديو قوي جدا نفذناه. والعربيه اللادا النيفا دي تخصنا احنا اللي احنا كنا بنستعملها معانا. وبالصدفه كان صادفنا مرور عربيه تاني ملاكي. تمام. شخص ما نعرفوش خالص. احد ما شاء الله عليه. احد رواد المحميه اللي احنا كنا بنصور فيها. تمام. طبعا لما بنقول له احنا عايزين نصور الفيديو ده ان هو هنرجع بالعربيتين على الكابتن محمد قطب كان مذهول طبعا. وكان خايف. وكان بيقول لا ازاي ده ممكن يموت. لا انا ما اقدرش اغامر بحاجه زي كده. لما طمناه لما طمناه وهو بدا ان هو يتعاون معانا ما شاء الله عليه. وبدانا نعمل ننفذ التحدي. ورجعنا على الكابتن محمد قطب. تمام. وهو ما شاء الله صمد وواقف العربيتين. حتى انا كنت شامم ريحه التيل بتاع العربيه طلع وانا برجع من كتر الضغط على البنزين. في برضه في فيديوهات ثانيه للعربيتين في هتظهر معانا برضه على الشاشه. نفس الفيديو ده احنا نفذناه برضه بشكل ثاني بس هو مش معروض معانا النهارده ان هو ما بين عربيتين ميكروباصين وانه ما بين عربيتين كبار برضه نفس الفكره. تمام. ونفس التحدي بس الاقوى ده اقوى كمان من الفيديو ده كمان. الفيديو ده دك هو. تمام الاولاني اقوى. تمام. لان ده كان انا معانا فيديوهات كتير قوي والناس متشوقه انها تشوف الفيديوهات دي والله فعشان كده بنحاول نعرض وحضراتكم تعلقوا عليها والله. اختصار اختصارا لوقت الحلقه بس احنا بنعرض حاجات بسيطه جدا ده في اللي هو يقدر يعملها كابتن محمد مليانه ما شاء الله يعني هو ايه اللي هو نفذها فعلا. تمام. هنا الكابتن محمد بيكسر قالب الطوب. تمام. بايد واحده سيف يد كده يعني. تمام. وبرضه نفذ نفس التحدي ده على دماغه كسر قالب الطوب على دماغه. تمام. برضه من ضربه واحده بس احنا اختصارا لوقت البرنامج مش عارضين. ده بقى التحدي المذهل الكبير اللي احنا هننفذه النهارده لايف ان شاء الله. هننفذه لايف ان شاء الله بعد باذن الله بنفس السكينه اللي في الفيديو ده عشان برضه ايه مفيش اي حد يعترض مفيش اي حد ايه يكذب في مصداقيتنا. هننفذ نفس الفيديو ده مع كابتن محمد النهارده لايف باذن الله ايه في الحلقه. تمام. ان هو بيتني السكينه في بطنه وبعد ما بيضرب نفسه بيها بقوه. ده نفس الفيديو هو برضو كابتن محمد بيضرب نفسه بقوه في بطنه بالسكينه. والسكينه دي اللي انا اشتريتها جديده والله بعد ما هو نسي السكينه اللي هو اللي موجوده معانا على الهواء النهارده وموجوده معانا على الهواء. بس انتوا كده بوظتوا السكين كتير قوي. هنعمل ايه طيب؟ ما هو هو الطريق صعب واحنا بداناه مع بعض ان شاء الله باذن الله ومكملين مع بعض باذن الله. وتعهدنا انا وكابتن محمد باذن الله كاخوات مش كشغل او بيزنس بس مع بعض ان احنا ان شاء الله نوصل للمقدمه باذن الله. ده تحدي جامد جدا. اشرح لنا بقى التحدي ده. ده شخص وزنه 85 كيلو واحنا برضو بيطلع فوق العربيه خالص على العربيه. شخص وزنه 85 كيلو. تمام. بيطلع فوق العربيه خالص وبينط على بطن كابتن محمد قطب ما شاء الله بكل قوه. وكابتن محمد قطب بيقوم بعدها عادي ولا كان حصل حاجه وكان طفل صغير هو اللي نزل على بطنه. التحدي ده عملته كتير يعني. التحدي ده اكتر من مره يعني عمله. كان على دولاب حاجه اعلى. تمام ما شاء الله. وكان وشخص اعلى في الوزن من الشخص ده كمان. لو هنركز تمام. في الفيديو الشخص كبير شخص عنده 25 سنه وزنه 85 كيلو ما يقلش عن كده تقريبا ومن اعلى العربيه من اعلى نقطه وبينط على على بطن كابتن محمد قطب. وخلي بالك برضو النطه دي بتزود الوزن الضعف طبعا طبعا. تمام. بينزل بقوه وبضغط جامد على بطنه. تمام. ولا كان في حاجه حصل. تمام ما شاء الله ربنا يديله الصحه. ربنا يبارك فيك يا رب يا استاذ محمد. الله يخليك يا استاذ. التحدي اللي بعده بقى يا جماعه. التحدي ده برضو كان كابتن محمد قطب كان بيعمل تقريبا جزء منه اللي هو الضرب بالشاكوش على بطنه او على رجله اجزاء. تمام. من جسمه يعني. وده برضه هننفذه باذن الله معانا في الحلقه النهارده. تمام. لكن واحنا في المحميه لقينا في صخور وفي حجاره كبيره موجوده. صخور صلبه جامد يعني. كان في امكانيات يعني. كان في امكانيات حوالينا فحاولنا نستفيد منها. تمام. فكابتن محمد قال لي ايه رايك نجيب الحجر الكبير ده تحطه على بطني ونضرب نفضل نضرب فيه لحد ما ايه يتكسر على بطني. انا صراحه كنت قلقان منه في البدايه لكن بعد كده اطمنت لما هو شجعني وقعدنا نضرب في الحجر لحد ما فعلا اتكسر على بطنه. وبعد كده كملنا ضرب بالمرزبه الثقيله دي على مباشر دايركت على بطن كابتن محمد قطب. تمام ما شاء الله والحمد لله برضو نفذنا التحدي بكل قوه وهو الحمد لله مفيش اي اضرار لانه راجل واثق من نفسه وعارف ربنا وبيستعمل كل قوته في الخير ما اذاش حد ما ضرش حد وبندعي له كلنا ان ربنا يوفقه باذن الله. ربنا يا رب يوفقه باذن الله. تمام. التحدي اللي بعده يا جماعه بقى نشوفه. ده التحدي برضه ده نفس فكره التحدي اللي هو كان معروض من ان هو ايه ان هو يدفع العربيه من الامام ده عكسه بقى بيدفع العربيه من الخلف. واحنا بنصور العربيه هو فاضيه يا جماعه عشان المصداقيه ما فيهاش اي حد. تمام. والعربيه في ارض صحراويه في رمله فطبعا السير فيها صعب جدا صعوبه جدا. صعب جدا. تمام. لو ركزنا على كابتن محمد ده صباع ايده اليمين اهو
الاتحاد الاولاني كان بيزق العربيه زي ما انتم شايفين يا جماعه بصباع واحد ما شاء الله، بصباع واحد تمام بايده اليمين، والعربيه ما شاء الله بتجري مش بتمشي، احنا لحقنا العربيه بالعافيه على فكره. وطبعا طبيعه الارض كانت صعبه جدا، هو قال ما تقلقوش انا ربنا معايا هيوفقني ان شاء الله. تمام. عايزين بقى ان شاء الله نشوف التحديات تكبر لحد ما نزق اتوبيس بقى ان شاء الله. لا الاتوبيس موجود، موجود معانا اهو، الله يعني. الاتوبيس موجود يا جماعه معانا على سبيل الصدفه. تمام ما شاء الله. اه كنا في القاهره، كان كابتن محمد جاي، كنا بننفذ بعض التحديات هنا مع بعض. فاحنا كنا في ميدان في المنيب. تمام. فلقينا اتوبيسات نقل عام، فاستاذنا السواق ان هو يزق الاتوبيس، فالراجل طبعا ايه اتفاجئ وقال ان احنا بنهزر. تمام. قلنا له لا مفيش، ما بنهزرش ولا حاجه، الكلام ده حقيقي، فبنستاذنك بس ايه، لكن الميدان كان زحمه جدا. فقال الراجل انا هقعد على الطاره، ما اقدرش اسيب ايه طاره السواقه. ليه؟ لان برضو عشان حركه الاتوبيس نفسه. فاتفاجئنا الناس حتى اللي موجوده في الاتوبيس هي قدامنا بتصور، بيصور حتى. تمام. وعجل الاتوبيس لو ركزنا عليه هو بيتحرك، رغم ان العجل مش عدل، يعني الحركه بتاعته على تبقى صعبه. هو واقف في مكان مش اسفلت يعني. تمام. يعني المكان مش اسفلت برضه. اه دي الحركه الجانبيه على الطريق. وكابتن محمد قطب بينفذ التحدي الحمد لله، وربنا وفقه برضه كالعاده يعني. يعني بتبقى في برضه ظروف للتصوير بتبقى صعبه. بتكون صعبه فبنحاول برضه. فبرضه رغم ذلك برضه بنعمل. ما شاء الله عليك. مين بقى احبطك؟ لا الاحباطات كانت في كتير يعني في بدايه بعد النجاح الكبير يعني اللي انت حققته، ومساعده ربنا قبل اي حاجه، ومساعده معالي المستشار وليد دسوقي، انت شايف او حابب تقول للي احبطوك ايه؟ لا انا كنت بقى يعني الناس اللي هم بيحبطوني انا كنت بضحك يعني، كنت ببتسم واقول لهم انتوا دفع بتدوني دفع للامام عشان اعمل فعلا حاجه افضل. فعلا زي ما في ناس داعمين في ناس بيحبطوك برضه. تمام. كنت بقى دايما انا ما كنتش الاحباطات دي ما كانتش بتاثر علي نفسيا، لان انا نفسيتي وارادتي قويه جدا وما بتاثرش باي كلام اي حد. فكنت باخد كلامهم ده بسخريه واضحك، ويديني دفعه ان انا اعمل حاجه اكبر. الطموح والهدف والتحدي والعزيمه والاراده. لان هم مش فاهمين برضو او مش عارفين او مش مقدرين. تمام. بس انا افهم وعارف ان انا اقدر اعمل كذا، يعني اقدر اعمل كل اللي انا عايزه. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. فما بيشغلش بالي بحد. بدون قطع كلام كابتن محمد، بخصوص الجزئيه بتاع الاحباط او اعداء النجاح دي، دول هنلاقيهم في كل مهنه وفي كل مجال وحوالينا في كل مجال موجودين، ربنا يبعدهم عننا يا رب. بمناسبه الموضوع، احنا كنا بنصور فيديو لسحب شاحنه مقطوره وزنها 32 طن في محافظة الفيوم. تمام. ولقينا ان في ناس واحنا بنصور ومركزين في التصوير بتجري من ورا العربية، العجل الدبل اللي ورا، وبتحط حجارة كبيرة عشان العربية ما تتحركش. طب هو استفاد ايه؟ لكن هو طبيعتهم كده والحقد والغل اللي جواهم بيخليهم يكرهوا حتى نفسهم. اي حد ناجح هم بيكرهوا. نشوف التحديات بقى عشان وقت حلقتنا. اتفضل. تمام. ده في تحديات تحدي بقى كتيرة، في تحديات كتيرة برضو للشاحنات وال ده كله زي ما شفنا، وهنشوف برضه في الحلقات القادمه ان شاء الله باذن الله. موجوده يا جماعه، اي حد حابب يشوف التحديات يتواصل على صفحه الفيس والتيك توك واليوتيوب محمد قطب سوبر قطب. تمام اتفضل. ده اول تحدي معانا الكابتن محمد قطب معانا. هيئتني مفتاح الانبوبه اللي هو الصلب جدا ده. شوف بقى للكاميرا ده يا جماعه، مفتاح حقيقي مش اظهر المفتاح كده يا محمد، اظهره بايد واحده كده الاول، نظهره بس كده للمشاهدين برضه قبل اي حاجه نظهره. المفتاح مفروض اهو، مفتاح الانبوبه ده صلب جدا طبعا، مصنوع من الحديد. ممكن الصلب. بس بالشاكوش بس كده، ممكن بالشاكوش بس يا جماعه، ده تحدي يعني، ده حديد مش تمام. هو هيبدا اهو يتني مفتاح الانبوبه ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، وكلنا طبعا عارفين مفتاح الانبوبه وبنتعرض للموقف ده طبعا. هرد تاني ان شاء الله، يعني المفتاح انتهى اهو بيرد تاني يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين بايد واحده. تمام اللهم صل على النبي. هيفرد مفتاح الانبوبه تاني ان شاء الله. تمام ما شاء الله، ربنا يديله الصحه رب. ربنا ربي يبارك فيك ويوفقك. التحدي ده رغم صغر الاداء المستخدمه فيه بس هو صعب جدا، هو مش سهل يعني زي ما المشاهدين شايفين، ده حديد صلب يعني. تمام. ويعني على سبيل الدعابه لو اي حد عايز يجرب في البيت مفتاح الانبوبه يحاول يجرب كده يشوف يعني، يحاول مع نفسه بس يقعد سنه بقى ايه لو يا جماعه دي قوات خارقه ما حدش يعمل كده. ما شاء الله. تمام المفتاح زي ما حضراتكم شايفين اهو، مفتاح تناه وعدله تاني في نفس الوقت.
التحدي التاني ان شاء الله باذن الله معانا التحدي التاني بقى والصعب ان هو ماسك مرزبه وبيضرب بيها على جسمه على بعض اجزاء من جسمه زي بطنه مثلا او رجله او كده يعني ما شاء الله وممكن برضو الاستاذ وليد هو يدب برضو عشان بس الناس ممكن ولا ممكن عشان الاستاذ وليد بعد اذنك تشخوش بقى وتدب انت ماشي بس الناس بيقول لك ده ده كده احنا بنقوي بقى عضلات البطن يا جماعه على رجليه برضو اهو ما شاء الله يضرب ماشي على رجليك تليفون 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 بقى يا جماعه تليفونك ماشي تمام زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه على الشاشه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدك ويديم عليك الصحه والعافيه يا رب دي بعض التحديات البسيطه اللي احنا بن ايه هنتحدى الاصعب بقى يا جماعه والله طبعا المكان هنا مش هينفع فيه ان شاء الله نعمل حلقات ثانيه ويكون فيها نعمل تصوير خارجي ان شاء الله حلقه باذن الله نطلع مع حضرتك طبعا ونعمل حلقه التحديات الكبيره ان شاء الله شرف لينا طبعا شرف لينا ده ضرب السكينه في البطن تمام هنعمل فيها تحديين ان انا هضربه بالسكينه والسكينه حاميه جدا بكرر يا جماعه يا ريت ما حدش يجرب الحاجات دي في البيت يا جماعه الاطفال جدا ما حدش يجرب جداً. الحاجات دي في البيت دي قوه خارقه يعني قدره من قدرات ربنا للشخص ده تمام اتفضل الله اكبر ما شاء الله هنعمل برضو جزء تاني من التحدي ان هو كابتن محمد هيضرب نفسه بالسكينه تمام وبعد كده هيتني السكينه نفسها في بطنه وكمان برضو السكينه في الجنب لان برضو يعني كل النواحي مش بس مش الجنب ده بس عشان الناس بس تمام يعني مثلا كده والجنب اهي ما شاء الله ربنا يا رب يبارك فيك ودي في البطن زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه السكينه حقيقيه والله تمام ما شاء الله اهي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب يعطيك الصحه والعافيه عشان بس الناس تقول لك ده حاطط حاجه في بطنه ولا احنا برضه في نفس الموقف اهو كابتن محمد مفيش حاجه تحت بطننا ما شاء الله مفيش اي تاثير سبحان الله سبحان الله ربنا ربي يبارك فيك استريح تمام زي ما حضراتكم شفتوا مشاهدينا الكرام واي حد حابب يتواصل يتواصل مع الاستاذ محمد قطب الارقام موجوده امام حضراتكم على الشاشه والتواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي على محمد قطب سوبر قطب يا جماعه تمام مع المستشار قبل ما نختم حلقتنا بقى ايه المفاجاه اللي نوهنا عليها قبل الحلقه هي المفاجاه باذن الله ان شاء الله ان احنا موضوع القدرات الخارقه ده في ناس كتير في مصر معروفين ومشهورين بيه تمام. بس مفيش كيان او جهه معين اهتم بالناس دي تمام. فاحنا باذن الله بصدد السعي في بدايه اجراءات تاسيس اول تمام. جمعيه مصريه للابطال الخارقين اول جمعيه مصريه للابطال الخارقين في مصر والوطن مع المستشار باذن الله يكون الصف لينا في الموضوع ده إن شاء الله. باذن الله يكون ليهم إن شاء الله. كيان من خلال يدعمهم قناه الصحه وجمال وبرنامج اختار طريقك بقى ان شاء الله باذن الله ان شاء تمام. الله تمام القدرات الجنسيه بقى اتكلمنا عن القدرات الجنسيه يعني الحمد لله بفضل الله تعالى الواحد ربنا حباه ومن عليه بالقدرات الجنسيه تمام. حتى ده كان بيعمل مشاكل اسريه بيني وبين الزوجه عشان طبعا فكنت طبعا بحاول بقى اتحمل وكده وكنت يعني بحاول اتحمل ربنا يبارك في حضرتك ويدي حضرتك الصحه والعافيه يعني ويكرمك يا رب ان شاء الله كلمه اخيره بقى من حضرتك استاذ وليد تمام هو الكابتن محمد احنا تعهدنا ان هو مش علاقه شغل بس احنا اخوات فهو بيحكي لي على مواقف كتير بس تمام. هو الطبع الريفي بيغلب عليه ففي حياء شويه يعني فهو كان حكى لي موقف قبل كده بخصوص القوه الجنسيه ان هو برضه خارق في الموضوع ده ربنا يديله الصحه ان هو عايز جرب قبل كده ان هو يعمل تحدي مع نفسه ان هو مع زوجته اللي هي الوحيده اللي معاه دلوقتي طبعا عشان الامكانيات والظروف ان هو بدا يمارس العلاقه الحميمه اكتر من 12 مره في اليوم فكان الموضوع بالنسبه له عادي لكن سبب تعب ومشاكل كتيره مع الزوجه في البيت فهو خد عهد على نفسه انه ما يكرروش تاني مع نفس الزوجه لحد ما ربنا يكرمه ويوسع عليه ان شاء الله ويبقى على الاقل على ذمته ثلاث او اربع زوجات. تمام ربنا يبارك فيك يا رب يا استاذ محمد اشكرك جدا ومين بقى بيدعمك او حابب مين يقف معاك؟ قصدك طموحاتي ايه؟ طموحاتك ايه؟ انا طموحاتي طبعا انا كان نفسي مثلا اجر طياره او احنا قلنا احنا اتكلمنا عن الطموحات في الاول وقلنا الطياره تمام انت مين حابب مين يدعمك او توصل صوتك لمين قبل الختام والله انا نفسي مسؤولين او رجال اعمال يدعموني برضو
عشان نقدر نعمل عروض وعشان السياحة عروض سياحية قدام الأجانب. أنا كنت حتى رحت من 3-4 أيام كده تمام، كنت في قرية تونس كان في سياح، عملت عروض قدامهم عجبتهم وصوروها وعجبوا بيها وزهلوا بيها يعني. والله إحنا برضو من مع حضرتك هنا أستاذ محمد من قناة الصحة والجمال بنطالب السادة رجال الأعمال الكبار تمام والسادة الإعلاميين والجهات الإعلامية الموجودة في البلد إن هم يدعموا معانا المواهب اللي زي كده، لأن هي مجهولة فعلا ومفيش حد مسلط الضوء عليها يعني، لكن هي تستحق وهي أهم من حاجات كتير تانية واخدة حقها في البلد. تمام، هي فعلا تستحق. بشكر حضرتك معالي المستشار وليد الدسوقي. ألف شكر. بشكرك أستاذ محمد قطب. مشاهدينا نطلع فاصل ونستكمل حلقتنا إن شاء الله مع ضيوفنا.